ثنايا هذا الشهر المبارك كانت ملحمة من ملاحم الإسلام، ويوم من أيامه الجنينة العظام، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم أعز الله فيه جنده ونصر فيه عبده وأذل فيه من عاداه ورفع المنار لمن والاه. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم خاضه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات واليقين والإيمان، خاضه مع الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وبوأهم دار السلام، 314 رجلا ما على وجه الأرض يومها أحب إلى الله منهم، 314 رجلا ما على وجه الأرض يومها أحب إلى الله منهم، 314 رجلا كتبت لهم السعادة وهم في بطون أماتهم، 314 رجلا نادى عليهم مناد الله: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 314 رجلا أقدامهم حافية وثيابهم مرقعة بالية وأحشاؤهم ضامئة خاوية، ولكن قلوبهم نقية زاكية وهممهم شريفة سامية عالية. الصحب الكرام عليهم من الله الرضوان والسلام. وقفنا أمام يوم بدر لكي نستلهم العظات والعبر، وقفنا أمام ملحمة الإسلام واليوم الأول من أيامه العظام. رأينا العبر، رأينا العظات، أعظمها وأجلها أن الإسلام كلمة الله الباقية ورسالته الخالدة، باقية ما بقي الزمان وتعاقب الملوان، يرفع شعارها ويقدس منارها بعز عزيز وذل ذليل. هذا الإسلام الذي كتب الله العزة لمن والاه، وكتب الذلة والصغار على من عاداه، كلمة باقية ورسالة خالدة زاكية. من عبر يوم بدر أخذنا أن الصبر مفتاح الفرج، فما ضاقت الأمور على من صبر، الصبر مفتاح الخير. أخذنا من غزوة بدر أن مع العسر يسرا، وأن عاقبة الصبر خيرا، واصبر وما صبرك إلا بالله. صبر حبيب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقر الله عينه ونصر الله حزبه. وقفنا أمام غزوة بدر فوجدنا أن التقوى سبيل النصر للمؤمنين وطريق الفلاح للمفلحين. بلى إن تصبروا وتتقوا، بالصبر والتقوى تنزلت ملائكة الرحمن نصرة لجند الإيمان. فمن صبر واتقى جعل له ربه من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. صبرا يا أهل الإسلام في زمان عظمت كربه، في زمان اشتدت بلاياه ومحنه، حيثما وليت بناظريك رأيت الأشجان والأحزان، نساء وأرامل وأطفال وثكالى لا يعلم مقدار ما يعانون ولا يعلم مقدار ما يكابدون. إلا الله المطلع على الخفيات، عالم السر والنجوى، فاطر الأرض والسماوات. فيا أهل الإسلام، لئن ضاقت الأرض على أهلها، لئن ضاقت الأرض عليكم فلن تضيق بالصبر والتقوى. إن وراء الليل فجرا، إن تحت الرماد نارا. صبر جميل، لعل الله أن يأتي بالفرج الجليل. عباد الله،
وقفنا أمام غزوة بدر الكبرى فعلمنا أن من أسباب النصر العظيمة تآلف القلوب وتراحمها. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قلة من العدد والعدة، ولكن كانت بينهم المحبة والصفاء والمودة. فإن وجدت أهل الإسلام متعاطفين متراحمين فاعلم أن النصر حليفهم، وإن وجدتهم متقاطعين متباعدين متناحرين إن مزقتهم الجماعات والحزبيات والرايات والشعارات. فادمع على الإسلام بين أهله، فادمع على الإسلام بين أهله، فادمع على الإسلام.